الطبيعي ان عجينه الزلابيا انا هعجنها مع حضراتكم فمحتاجه وقت للتخمير علشان تتخمر علشان اقدر اعرفها على التمر بتاع سينا وبتاع الواحات. تعالوا نشوفوا نعمل الزلابيا ازاي بالتمر او بالعجوه. المقادير على الشاشه. معانا كوبايتين من الدقيق، معلقه خميره، معلقه صغيره من البيكنج باودر، تمر او عجوه خاليه من النوى ما فيهاش اي نوى، ودي موجوده عند الفكهاني في اي مكان في اي سوبر ماركت انتاج سينا ومن خير سينا. معانا كمان زيت معلقتين، ومعانا زيت للتحمير. تعالوا نشوفوا نعملها مع بعض ازاي بطريقه سهله وبسيطه حلوه وحاجه جديده على فكره وطعم مختلف. اول حاجه هدوب ميه دافيه مع خميره وسكر، وفرصه واحنا بنعمل الخميره والسكر نعرف ازاي الخميره شغاله او مش شغاله. حلو الكلام، دي مهمه جدا على فكره. ممكن الخميره عندك في المطبخ بقى لها وقت كبير وفيها كمان رطوبه فمش هتديك النتيجه اللي انت عايزاها. دي ميه للعجين، بزودها شويه ميه دافيه او ميه بتغلى عادي من براد الشاي اللي عندك، ده الطبيعي اهو زي الفل. بنحط على الميه دي يا عم الشيف شويه ملح، شويه خميره. اول ما تحط الخميره على الميه مخرجنا الجميل وادتك ماده فواره كده اعرف ان الخميره شغاله وزي الفل، ده الطبيعي. غير كده تبقى الخميره واخده رطوبه وما تنفعش تشتغلي بيها. انا بسهل عليك الامر جدا. حلو، ندوب الخميره كده. بص على الخميره بالله عليك، انا عايز البياض والحلاوه دي اهو كده. الخميره فله شبعه منوره اهو، ادتلك الرغوه البيضه، البياض بتاعها غيرت لونه الميه. غير كده وكلكعت منك تبقى الخميره مش مظبوطه. رشه سكر لتشغيل الخميره وتفعيلها اهو زي الفل. وإضافة السكر للخميرة في عجينة الزلابية بالذات بيخليها إيه تتحمر بسرعة وتقرمش معاكي كمان. أهو أدوب السكر مع الخميرة في ماء دافي لغاية كده زي الفل. يا عم الشيف فاهمين أنت شغال إزاي. بنحط معلقتين من الزيت أو معلقة زيت صغيرة أهو، فرصة نعرف كمان مقادير الزلابية. الزلابية بيسموها طبعا هنا في مصر زلابية، في الخليج يسموها عوامات، لأمة القاضي، لؤيمات، دي المسميات بتاعتها في كل مكان. زلابية، لأمة القاضي، عوامات. نبدأ ننزل بالدقيق. أول تقليبة كده. كده المضرب ملوش عوزة. أبدأ أشتغل بإيدي، مش لازم عجان، أنا مش بحب العجان عموماً. يعني لو بشتغل مثلاً كميات كبيرة في مطعم في حفلة عجان عشان هنعمل كمية، بس بنشرح لحضراتكم العجان هنا مش مطلوب لأن أنا بستمتع وأنا بعمل العجينة بإيدي. نقلب كده العجينة دي كده ولازم تحط إيدك في العجينة عشان العجينة بتتزلابية بالذات لها قوام ولها سماكة، لازم تحسيها وانت بتعجنيها. عشان كده بتحطي الدقيق ايه؟ تضيف الدقيق على الماء المغلي او الماء الدافي بتاع العجينه بالتدريج مش مره واحده. لسه عايزه شويه كمان. هوريكي دلوقتي الايه؟ القوام بتاعها واحنا مع بعض. نعم يا غالي. اصبر على رزقك. بيقول لي التمر هنا دوره ايه؟ طب انت جاي على بالك ان احنا ممكن ايه نحط التمر جنب العجوه جنب الزلابيه او العجوه ونغمس؟ لا ده بالعكس، انت شوف دلوقتي الزلابيه واخده طعم التمر. شفت العجينه بتاعت الزلابيه طالعه عامله ازاي؟ اهي بدون عجان. حلو، العجينة جاهزة زي الفل. كده العجينة خدت وقتها من العجين، بغطيها واسيبها بنفس البولة اللي أنا عاجن فيها. حلو الكلام؟ العجينة اتخمرت بالتأكيد، بص عليها مخرجنا أهي.
حلو الكلام، كل القصه كده نضرب فيها دي كده، بص عليها. لازم تعملها كده قبل ما تشتغلي بيها. اهي شفت ازاي العجينه اهي عملت معاك الشكل ده كده، والنعومه دي كده، اعرفي ان العجينه جاهزه للتحمير اهو. شوف بتلف في قلب الصينيه ازاي اهو، زي الفل. يلا نحمر مع بعض. الزيت اخباره ايه؟ غزير شديد الحراره. حلو قوي. اشيل العجينه دي من هنا احطها هنا، شوف هتنزل ازاي. اهو. انا سبتها للاخر علشان وقت مخرجنا ما يقول لي وقتك خلص ما اقعدش اعيط واندم على الوقت اللي فات. معانا العسل، معانا معلقتين زيت في طبق انا عايزهم. ليه يا عم الشيف؟ اقول لك دلوقتي حالا. زي دول كده، يلا بينا. معانا معلقه، ناخد العجينه دي كده ونقف هنا كده. التمر ده معانا اهو، دي العجوه دي كده اخواتها كده اهو اهو، العجوه بتاعت سينا، تمر سينا الواحات اهو في قلب العجينه. ركزي معايا الله عليك، الله عليك وعلى والدي. وقت التحمير على طول. شفت العجينة راحت فين؟ كلها بقت تمر. بس أهم حاجة ما يكونش فيها نوى، ده تصادف النوايا دي تيجي تحت درس حماتك تقول لك اللي اخترع الموضوع ده وصاحب الفكرة وقصدها ومش خالص. شفت التمرة؟ اهي. شفتي العجوة؟ اهي اهي فتتها كده جوه العجينة اهو 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 اهو. يلا نحمر مع بعض. يلا نحمر مع بعض. شوية الزيت هنا دول كده عايزهم، نزودهم شوية، نحط المعلقة في الزيت ونقطع في الزيت. حلوة دي، جت معايا ازاي مش عارف برضه. نحط المعلقة في الزيت ونقطع في الزيت اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا فكرة يا شيف والله. عايزها صغيرة، اشتغل بمعلقة شاي، بلاش معلقة الأكل اللي معايا دي، زي ما أنت عايزة. ولازم تحط المعلقة في الزيت، الزيت اللي هيخلصك من العجينة ما تمسكش في إيدك. والزيت يكون غزير ودرجة حرارته عالية جدا، كأنك بتحمري فلافل. عينيا. حاضر. حاضر. طيب وقتنا جري مننا، شغل كتير، حلقة فيها شغل. عملنا اللازانيا بمدرسة المغازي، شفنا الكابوريا منورة اللازانيا، عملنا سردينة مقلية حلوة اسكندرانية حلوة بطريقة جديدة بالعسل. شغال في الزلابية دلوقتي بالتمر. طبعا محتاج ان انا احمر شوية كتير، لان عزمة الجيران على الفكرة الجديدة دي، وعزمة قرايبي، وعزمة ماما. فخلونا طبعا ننهي الحلقة بتاعتنا، واللازانيا في قلب الزيت هنشوفها برضو لان معانا مخرج شاطر بعد ما تتحمر. يعني نقول رؤية فن ابداع، نشوفه كل يوم على شاشة القناة الاولى والفضائية المصرية من ماس بيرو. We'll be right back.
ترجمة.